السلام عليكم، كيف حالكم؟ اخباركم؟ معكم اخوكم ابو جابر. اليوم رجع لكم في شرح جديد، واللي هو مثلا انت صورت لك صورة شخصية بس في مكان غلط، ويعني الخلفية اللي ورا ظهرك ما هي كويسة، ولكن مع هذا البرنامج راح تغير رايك 180 درجة. خلونا نبدأ. بسم الله. قبل لا ادخل على البرنامج حبيت اوريكم التقييم. هذا برنامج تقييمه 5 نجوم، سعره 15 دولار. الحين نبدأ ندخل عليها. هذا النسخة تجريبية، لا تخاف، راح أضيف كل شيء تحت بالوصف، رابط النسخة التجريبية ورابط النسخة مدفوعة، كل شيء راح أحطه لك بالرابط بالوصف. نبدأ الحين. بسم الله. راح يفتح معك برنامج هذا، تشوف 3 خيارات فوق. ثلاث خيارات هذه أنصحك أنك تروح عن كلمة توب، يعني أفضل شيء يعطيك أفضل شيء. خلنا نجرب مثلا الصورة هذه اليسار، هذه قبل شوف، واليمين بعد. شفت شلون تغيرت؟ يعني تغيرت بشكل خرافي. خلنا نبدأ مثلا نختار الصورة هذه. حلو، هنا تختار حجم الصورة، شكل الصورة شلون تبيه. سويت كل خطوات، تضغط علامة الصح اللي بالأخضر. حلو، الحين يقول انتظر، احنا نسوي لك الصورة بعد 5 خطوات، دقائق بس على ما يعطون الصورة. طيب دام انك تشاهد، وقف المقطع، لايك واشتراك وكمل. هذه الصورة مثل ما تشوفون، هذا شكل الصورة، أدري إنه شكله غلط بس عادي. هنا تضغط على علامة الزائد، يمديك تكتب على الصورة، شوف تكتب أي شيء براسك. حلو، تضيف هنا مثلا ويسار، ويمديك تعدل عليها، يعني فترات تضيف عليها. ويمديك تخليها صورة متحركة، شوف يعني تخليها صورة متحركة. اختار هذه، وإذا تبي تحفظ مثلا سويت كل شيء، في فوق علامة الصندوق والسهم تضغط عليه. حلو، هنا تجيك الحفظ وكل شيء، اسحب عليه. في علامة السهم هذه تحفظ، ويمديك تشاركه بإنستغرام وفيسبوك وواتساب، يعني برامج كثير. نضغط على السهم. سوين حفظ، يا سلام، هذه النسخة مدفوعة. نطلع، تروح من الاستديو، راح تحصلها هنا مثل ما تشوفون، يعني صورة تغيرت 180 درجة بشكل خرافي. وهذا شرح اليوم، أتمنى يعجبكم، ولا تنسى دعمك لي باللايك والاشتراك ونشر الفيديو. سلام.